يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما أحسن ما نظم في التوحيد لكي يحفظه المسلم؟ إيش؟ ما أحسن ما نظم في التوحيد لكي يحفظه المسلم؟ والله ما أعرف يعني شيء خاص في هذا، ما أعرف منظومة في التوحيد. توحيد أهل السنة والجماعة، وأما توحيد الأشاعرة فيه منظومة جوهرة التوحيد، لكنه في علم الكلام كلها توحيد الربوبية كلها. أما توحيد عند أهل السنة والجماعة أنا ما أعرف يعني منظومة شاملة للعقيدة. هذا عصري إذا ما هو. نعم. يقول فضيلة الشيخ نظم الشيخ حافظ هذا عصري. نعم. ولا أدري عن استيعابه لأبواب العقيدة كلها، ما أدري، ما قرأت. نعم.